تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة صورة اللي بتيجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سيلفي سبورت الأكثر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى، عشان هيك بقولكم تشتركوا فيها. اليوم بدي أوقف مع صورة استخدمها خصوم جمهور برشلونة كثير كنوع من السخرية من الوضع اللي عاشه النادي الكاتالوني يوما ما. بنحكي عن قصة صورة ريفالدو بيحتفل مع لاعبي برشلونة مش بالتتويج بل بالتأهل إلى دور الأبطال وبالمركز الرابع. هذه القصة بتعود لفترة صعبة كثير عاشها برشلونة، بنحكي عن موسم 2000-2001 اللي كان صيفه مؤلم جدا برحيل لويس فيجو للخصم المباشر ريال مدريد. نتكلم عن رحيل أفضل لاعب في برشلونة للخصم المباشر التاريخي والعدو اللدود، كما أنه برشلونة قام بصفقات كلها فشلت تقريبا، الفرنسي إيمانويل بيتي، المهاجم ألفونسو، لاعب الوسط إيفان دي لابينيا، ولا واحد فيهم قدر يترك بصمة أو إفادة. وفوق كل هذا كان في تغيير في المدرب، لويس فانجال رحل عن النادي نهاية موسم 99-2000 بعد تمرد بعض اللاعبين عليه وعلى رأسهم ريفالدو، وتم تعويضه بمدرب اسمه لورينزو فيرير اللي كان بيعمل أصلا في النادي الكتالوني لمدة 3 سنوات في منصب إداري. يعني مؤشرات عدم الاستقرار كانت كثيرة، لكن ما حدا توقع انها توصل انه برشلونة ما يتأهل لدور الأبطال، خصوصا انه في الموسم السابق كان الوصيف خلف ديبورتيفو. برشلونة انهى مرحلة الذهاب بعد 19 جولة في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط على المتصدر ريال مدريد فقط، يعني الامور تمام. بس في الإياب حصل انهيار لمستوى إن وصلنا الجولة 36، يعني قبل جولتين من النهاية، وهو في المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن فالنسيا. يعني لو فاز فالنسيا بالجولة 37 برشلونة خلص للدور الأوروبي. وصيف الدوري الحالي وبطل الدوري السابق ديبورتيفو خدم برشلونة من جهة وهزم فالنسيا في ملعبه بهدف نظيف، لكن برشلونة كان من الضعف إنه ما قدر يستفيد شيء من هاي النتيجة وما عرف يغلب بلد الوليد واللي كان في المركز 15 وتعادل معها 2-2. يعني الآن صار الفارق 3 نقاط، مباراة حاسمة. برشلونة بيستضيف فالنسيا في الكامب نو، لو فاز برشلونة فيها بيتأهل لأنه أساسا كان فايز ذهابا بهدف مقابل لا شيء، يعني المواجهات المباشرة صالحه. وللعلم فرق الأهداف أيضا كان لصالح برشلونة. المباراة كانت نارية في الكامب نو، اتقدم ريفالدو في الدقيقة 3، رد نجم فالنسيا آنذاك براخا في الدقيقة 25، رجع ريفالدو اتقدم قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول، ومع أول دقيقة في الشوط الثاني براخا رجع تعادل واستمر التعادل 2-2 حتى الدقيقة 88. لكن هدف عظيم من ريفالدو مقصية تاريخية بتخلي برشلونة يفوز 3-2 في الدقيقة 88. فرحة ريفالدو اللي بالصورة وقتها ما كانت بسبب التأهل بل بسبب صعوبات الموسم وبسبب رده على لويس فانجال اللي دخل معاه في مشاكل كثيرة. فهو هداف الفريق كان سجل 23 في الدوري و36 في كافة البطولات. فريق أقال أيضا مدربه في شهر إبريل وعين مدرب اسمه كارلوس ريكسش عشان يكمل الموسم، وحتى في دور الأبطال كان قد خرج من الدور الأول بالمركز الثالث بعد ميلان وليدز يونايتد. احتفال ريفالدو ما كان أبدا بسبب التأهل، كان بسبب الضغوط الغريبة المرعبة اللي عاشها النادي بسبب تهديد لعب ريفالدو قبلها بموسم مع برشلونة بسبب لويس فانجال. طبعا كل شيء كان غلط وفجأة تم انقاذ الموسم بطريقة تاريخية. طبعا المشكلة الأكبر انه فانجال رجع بعد فترة وتسبب برحيل ريفالدو المنقذ وصفى حساباته معه. نوصل هون لنهاية قصة صورة، بذكركم تشتركوا بقناة سيلفي سبورت، تتركونا لايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.